انا بعتز جدا بالجمهور المغربي، بعتز بفهمه للفن، بتذوقه للفنون بشكل عام، وده ليس رأيي لوحدي، رأي كل الفنانين المصريين من ايام حتى السيده العظيمه ام كلثوم. كانت دايما تحسب الف حساب لما تيجي المغرب تقدم اغنيه، تبقى عارفه انها بتقدم لجمهور بيفهم في الطرب، بيفهم في الفن، وتبقى قلقانه جدا. احنا كلنا كفنانين مصريين لما بنيجي المغرب بنبقى قلقانين جدا ومستنيين الفيدباك، مستنيين الجمهور المغربي يستحسن او يستهجن. انا الحمد لله كل افلامي او معظم افلامي الجمهور المغربي استقبلها بارتياح شديد جدا، وده اداني دفعه قويه، فانا جاي اخد الدفعه دي من هنا. انا بحب الجمهور المغربي، وتعودت ان كل افلامي اجي اعرضها في المغرب، والجمهور المغربي اداني دفعه كبيره جدا في حياتي الفنيه واستحسن الكثير من افلامي، وبالتالي لما اتوقف 7 سنوات واجي ارجع اعمل فيلم ببقى حريص ان الجمهور المغربي يشوفه ويقول لي رايه فيه، ولو عجبه ببقى عارف ان ببقى خلاص اتاكدت ان انا عامل حاجه كويسه، ولو ما عجبوش ابقى عارف ان انا ما عملتش حاجه كويسه. فانا باجي المغرب عشان اخد من الجمهور المغربي الفيدباك اللي انا يهمني ان انا عملت حاجه تليق بيه ولا لا. الفكره بتتكلم على شخصين، شخص مسيحي فقير جدا، شخص وشخص غني مسلم، والاتنين بيحلموا ببعض حلم بكل التفاصيل، اجواء عاديه زي اللي اتعودناها، في بيبقى زي ما قال كده استاذنا فؤاد حداد، الفن فن الشقه، من غير شقه مفيش فن، بنشقى نعمل اللقطة اللي بتاخد ثانيتين ثلاثة على الشاشة بنقعد بيها ممكن يوم عشان نطلعها، بنحاول نعمل نوصل للبرفكشن بأقصى قدرة ممكنة، نحاول نتقن عملنا، بنحاول نحترم الجمهور اللي احنا بنقدم له الفن ده، انه بنحترم دماغه ونحترم وقته اللي بيدهولنا، فيعني تعبنا عشان نعمل الفيلم ده، بس الحمد لله يعني الفيدباك كان كويس، يعني تبديل، وبنشوف في الآخر الفيلم ده عبارة عن حلم الغني بالفقير ولا كابوس، حلم الفقير بالغني ولا كابوس الغني بالفقير، ولا هم هل هم فعلا اتنين، كل ده اللي هنكتشفه في الفيلم. مقولة كلنا في الهم شرب، مقولة صحيحة. الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي موجودة في المجتمع العربي بتتشابه إلى حد كبير ما بين قطر عربي وآخر، تشابه يكاد يصل للتطابق، والفروقات بسيطة جدا، وبالتالي عندما تتحدث مثلا عن الفوارق الطبقية في مصر تأكد انها هتلاقيها بتمس معظم البلاد العربية. لو بتتكلم على القهر، على قهر الفقر او رغد الغنى، لو بتتكلم على الاستبداد، لو بتتكلم على مساحات الحرية، اي قضية، لو بتتكلم على الامراض الاجتماعية اللي موجودة في اي مجتمع بكل سهولة بتنسحب على بقية المجتمعات العربية، لأن هي ثقافة عربية واحدة، والمواطن العربي مواطن واحد، وقومية واحدة، ومشاكله واحدة. وبالتالي لما بتناقش أي قضية في أي بلد عربي، لو أنت ناقشت قضية مغربية بتنسحب على الواقع المصري بكل تأكيد بنسبة كبيرة. السينما المصرية لم تسيء لا للمرأة المصرية ولا للمرأة المغربية ولا أي مرأة. كون إن في نماذج فاضلة ونماذج غير فاضلة موجودة في كل المجتمعات، من أول أمريكا لكوالالمبور للصعيد المصري للمغرب، النماذج الإنسانية. لو أنت جيت قلت إنه ما ينفعش تطلع دكتور فاسد، وما ينفعش تطلع وكيل نيابة فاسد، وما ينفعش تطلع مهندس فاسد، وما ينفعش، ما فيش دراما. الشعب المغربي شأنه شأن أي شعب آخر، شعب عظيم، والسواد الأعظم فيه شرفاء، لكن معنى ان يبقى في حد قدم نموذج واحد عاطل، ده مش معناه خالص ينسحب على المجتمع المغربي. اغلب الادوار المغربيه في السينما ولا ادوار ولا السينما المصريه ركزت على اللي حضرتك بتقول عليه ده على الاطلاق، كون انها في مره عرضا قدمت شخصيه، ما قدمت مئات الشخصيات عبر التاريخ السينمائي، كانت شخصيات محترمة جدا وحاجة تشرف، واحنا بنعتز يعني المصريين بثقافتهم، بيعتزوا جدا بالمغاربه وبيعتزوا جدا بالروابط الوثيقه ما بين الشعبين،
فمستحيل تلاقي شعب، لا الشعب المغربي ممكن يبقى في باله عايز يهين الشعب المصري، ولا العكس، ولا أي شعب عربي عايز يهين الشعب التاني. أنا بعتقد أن السينما المغربية من السينمات القليلة في الوطن العربي اللي ينطبق عليها أنها بسهولة ممكن تبقى صناعة سينما، لكن إحنا اللي مقصرين، الحكومات والدول والمؤسسات، إحنا اللي مقصرين أن إحنا نحول هذه السينما العظيمة سواء المغربية أو في بلدان أخرى إلى صناعة حقيقية نستطيع أن إحنا نصدر منظومة قيم المجتمع العربي، نعمل حوار حضارات حقيقي، نتعرف على ثقافات سينمائية أخرى، يتعرفوا هم على ثقافتنا السينمائية. السينما المغربية مؤهلة بما لديها من كوادر وبما لديها من أماكن تصوير وبما لديها من مساندة الدولة إنها تبقى صناعة سينما حقيقية. أنا بعتقد أنه في أسماء كبيرة موجودة، ممثلين كبار موجودين في المغرب، أتمنى أشتغل معاهم وبإذن الله في أفكار حوالين أن احنا نعمل عمل مشترك في المغرب.